طبعا البرنامج ده جه في امتحان ميد تيرم اعتقد، Aligning Output، محاذاة الخارج. بيقول لك by default allowable displays on the right edge of the field، بيقول لك ان اي خارج انت بتعمله هو يعني اي ارقام بتحجزها في الذاكرة هي بتتحط اوتوماتيك في الخانة اليمين على الشاشة، زي مثلا ما خدنا قبل كده. بص كده الخانة هنا دي، البرنامج أي رقم بيتحط من على اليمين هذا الشكل 12 12 وكذا، 5 4 يتحط في هذه الخانة، يعني في هذه الخانة. As long as the field width is longer than the width of the output، طالما حجم الذاكرة أو حجم المكان اللي أنت حجزته في الذاكرة يستحمل الرقم اللي أنت حطيته أو له مكان، خلاص مفيش أي مشكلة. يعني بيقول لك as long as the field width، حجم الذاكرة is longer than the width of the output، يعني حجم الذاكرة اللي أنت حجزتها أكبر من حجم الدخل الخارج اللي أنت دخلته. يعني مثلا أنا حجزت إيه، قلت مثلا هكذا هحجز مثلا 8 دي، تمام، 8 خانات في الذاكرة، هحط حاجة زي كده يقول لي دي 1 2 3 4 5 6 7 8، تمام مثلا، وانا الرقم حجزت مثلا اكس بتساوي 3 2 1، هيحط لي بقى من يمين للشمال، يحط هنا 1 2 3 بالشكل ده. طالما الذاكرة دي أكبر، زي ما أنت شايف حجمها أكبر لأن هي فيها 8 خانات، أنا حطيت فيهم كام؟ حطيت فيهم 3 أرقام بس، اللي هي دي ودي ودي، والباقي سبته فاضي. فهو بيتكلم على حجم الذاكرة اللي هو حجم الخانات اللي تحط فيها الأرقام بتاعتك أو الأوتبوت بتاعك. بيقولك بقى you can change this and force output to be left justified. left justified يعني تحط على عكس الاتجاه. يعني انت مثلا عايز بدل ما هو يحط 1 2 3 بالشكل ده، تمام، في هذا الاتجاه ويسيب خانات فاضية، لا انت عايزه يحطه مثلا عكس الاتجاه، يعني وليكن بهذا الطريقة برضو 1 2 3، تمام، عكس الاتجاه، عكس الاتجاه. بيقولك تحط إشارة ماينس في الحتة دي، بدل ما تقول percent 12 12 تي بدون الماينس، لا هتحط الماينس فهو هيحطه في ايه، في عكس الاتجاه، يحط رقم عكس الاتجاه. specify the minimum width as 12 and justify، ويرتبه يرتب ال output from the left of the edge of the field، حطه عكس الايه، الاتجاه. بص كده ادي برنامج بيحجز x y z m n 5 متغيرات، كل متغير فيه رقم واحد او خانات هيتحط يعني في الذاكرة، خانات هحجزها في الذاكرة، تمام، أو أرقام أحطها في الذاكرة. طب إيه مساحة الذاكرة اللي تستحملهم؟ هنشوف. طبعا مساحة الذاكرة زي ما أنت شايف 8 مسافات أو 8 خانات، فبالتالي مساحة الذاكرة هتستحملهم، يعني تقدر تاخد الأرقام دي كلها تحطهم فيها، وهيبقى كمان 3 خانات، هيبقى كمان 3 خانات، لأن الذاكرة زي ما أنت شايف فيها 8، لما انت تحط فيها اعلى حاجه مثلا هو رقم ال n في كام رقم 5، يبقى هيبقى 3. طب لو الرقم ده اللي هو بتاع ال n اكبر من حجم الذاكره، يبقى في هذه الحاله هيحط لك زي ما هو على الشاشه، هيحط لك زي ما هو على الشاشه، تمام تمام percent 8 دي معناه 8 خانات، وهنا سالب برسنت دي يعني 8 خانات برضو. تعال نشوف خارج البرنامج ده مع بعض. ده 5.4 في الاكزامبلز، 5.4 بص كده مع بعض، هذا البرنامج مش ده، not this one too. Hold on. هو زي البرنامج ده، ممكن نعمله هنا مثلا مفيش اي مشكلة. تعال مثلا نحط سالب مثلا هنا، مفيش اي مشكلة. تعال كده نشوف الخارج،
ادي سالب 5 ده كم كام؟ السطر الثالث 1 2 3 السطر الثالث 12. طيب تعال نشيل مثلا 5 دي بس كده نشوف. بص مثلا هنا مثلا print f طلع على خارج هذه الشاشة. لو انت بصيت هتلاقي ان الكود ده هو نفس الكود ده ماشي. تعال نشوف ايه اللي هيطلع على الشاشة كده. طلع ان رقمين هم تحت بعض بالظبط عشان هم اخدوا نفس المسافات. طبعا عايز مثلا واحد فيهم يخش شمال والتاني يخش يمين. تمام نجرب اخر خارج هو اخر رقم. فلما احطه باشارة سالب برسنت سالب 10 يحصل ايه؟ هيطلع ان هو يخش شمال. هيخش ايه؟ شمال. يعني هو الوضع الطبيعي للرقم ان هو بعد ما يسيب مسافات ان هو يسيب مسافات من الشمال ويتحط في اليمين. ان الرقم يسيب مسافات من الشمال ويتحط في اليمين طالما انت حجزت له مسافات. تمام يعني انت مثلا في الرقم اللي هو 10 قلت ان في مسافات 5 مسافات 10 مسافات والرقم واي ده في كم رقم؟ 5 خانات. يبقى المفروض هيبقى 5 خانات او ما 5 خانات اهم. يعني انت المفروض لما تشيل السالب دي هيسيب هو 5 خانات من الشمال ويكتب رقم من الايه؟ من اليمين زي ما هو مكتوب كده. لكن لما تحط سالب انت تجبره ان هو يخش ان هو يكتب من على الشمال ويسيب يعكس يعني العملية. بدل ما يسيب المسافات من الشمال يسيبها من اليمين. تمام لما تحط اشارة السالب. شلت السالب هيسيب مسافات من الشمال. يعني لو افترضت ان هو هتكتب مثلا 10 اوكي 10% دي معناها ايه؟ هتحجز 10 خانات. 10 خانات. وانا سجلت مثلا ان اكس في الذاكره بيساوي 6. يبقى هو يعمل ايه؟ الوضع الطبيعي لهذه الحاله ان هو يسيب 1 2 3 4 يسيب 4 مسافات 5 6 7 8 9 يسيب 9 مسافات ويروح كاتب رقم 6 هنا. يكتب رقم 6 فين؟ هنا. طيب لو انت مثلا حجزت في الذاكرة هو ملوش دعوة بالقيمة كام، هو ليه دعوة بكام رقم او كام خان. لو انت قلت مثلا دي يبقى مثلا 1 2 3 4 5 مثلا 5 خانات. يبقى هيعمل ايه؟ هيحط هنا 1. تمام هيحط 1 2 3 4 5 ويسيب الخمس خانات دول فاضيين. ده الوضع الطبيعي. طب انا لو جيت مثلا في مره انا مش عايز اسيب الخمس خانات دول من على الشمال، عايزهم يسيبهم من على الايه؟ من على اليمين. لو قلت بقى برسنت سالب 10 دي معناها ايه؟ يعني في خانات هتتساب بس مين على اليمين. لو حجزت الاكس مثلا بستة دي معناها ايه؟ الوضع الطبيعي ان هو يسيب الخانات من هنا ويكتب الستة هناك. تمام ده الوضع الطبيعي. لكن لما تحط السالب هيعمل العكس بقى، يكتب الستة هنا ويسيب الخانات دي كلها فاضية. طبعا هي انت مش شايفها عشان الخانات كلها كتيرة جدا في البرنامج. تمام فالملحوظ قوي انك تسيب الخانات، الحاجة اللي انت شايفها noticeable اللي انت شايفها ان هي يسيب خانات من الشمال. المهم ده معنى الكود، لما يسيب 10% يعني يسيب خانات من على الشمال ويكتب الرقم هنا، يبدأ بداية الرقم يعني من هنا. كتبت 1 يكتب 1 هنا، التاني هنا، التالت هنا، الرابع، الخامس، وهكذا. حطيت السالب بهذا الشكل يبقى هيعمل ايه؟ هيعمل عكس العملية. يبقى يكتب الرقم من اول هنا. يعني انت لو حجزت مثلا اكس بتساوي 3 2 1 يبقى هيكتب هنا 3 2 1 ويسيب الباقي فاضي من على اليمين. ده معنى كلمة سالب. تمام ده كده معنى الكود.